السلام عليكم ورحمة الله. مشاهدينا الكرام، نحييكم أجمل تحية وكل عام وأنتم بخير. فمع اتخاذ إجراءات صحية استثنائية وتدابير وقائية وخدمات متكاملة، يستعد حجاج بيت الله الحرام اليوم للوقوف على صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم، مع الإشادة بالجهود الكبيرة للشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية. فأهلا بكم مشاهدينا الكرام لاستعراض أبرز ما جاء في طيات صحافة مملكة البحرين لهذا اليوم. على الله توكلنا مشاهدينا، ونبدأ مع عناوين صحيفة الوطن والتي بينت: بأمر ملكي دينا منت راشد مساعدا للأمين العام بالأعلى للمرأة، متر بين العاملين والزبائن بالمطاعم، ومتران بين كل طاولة. وإلى عناوين صحيفة الأيام والتي بينت: الأعلى الإسلامي استمرار تعليق الصلوات بالمساجد والعبادات الجماعية، وزارة الصحة تحدد اشتراطات افتتاح المطاعم والمقاهي. ومع عناوين صحيفة أخبار الخليج والتي نشرت في أولى صفحاتها: لا استقدام للعمالة من الخارج قبل إعلان الشواغر للمواطنين، انطلاق مناسك الحج وسط إجراءات وقائية غير مسبوقة. وإلى صحيفة البلاد والتي بينت: قياس الحرارة قبل الدخول ونزع الكمامات لتناول الطعام. توافد حجاج بيت الله الحرام إلى مقار سكنهم في منى لقضاء يوم مشعر التروية يوم أمس الأربعاء، وسط إجراءات صحية وتدابير وقائية وخدمات متكاملة. في حين قضى حجاج بيت الله الحرام يوم التروية في منى استعدادا للوقوف على صعيد عرفات اليوم لأداء ركن الحج الأعظم. نشرت صحيفة الأيام أن إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة قامت بحملات تفتيشية في الأسواق المركزية بالعاصمة المنامة، وذلك للتأكد من توافر السلع والمنتجات الأساسية ومنع استغلال مناسبة عيد الأضحى المبارك للتلاعب ورفع الأسعار. نشرت صحيفة أخبار الخليج أن حجاج بيت الله الحرام قاموا يوم أمس بتأدية أول مناسك الحج في مكة المكرمة، وذلك بالالتزام بلبس الكمامات والتباعد الاجتماعي في ظل الظروف الاستثنائية والإجراءات الوقائية غير المسبوقة. هذا وكتب فريد أحمد مقالا في صحيفة الوطن، فإلى المقال. حذر الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا المواطنين والمقيمين من التجمعات خلال عيد الأضحى بغية منع انتشار الفيروس، وذكر الجميع بما حصل في شهر رمضان المبارك وعيد الفطر عندما أدى عدم الالتزام بالتعليمات إلى ارتفاع عدد الحالات القائمة، فات كثير ولم يبقى إلا القليل الذي ليس دواؤه إلا مزيد من الصبر. أما السماح للعواطف لتتحكم فينا فنتيجته الأكيدة هي تمكن الفيروس منا وخسارة كل الجهود التي تم بذلها من الجميع في الأشهر الماضية. هذا ملخص رسالة الفريق الوطني للمواطن والمقيم الذين حان الوقت ليتحملا مزيدا من المسؤولية ويشاركا بفاعلية في دعم الفريق الوطني الذي لا يمكن في كل الأحوال أن يعمل منفردا، حيث المسؤولية هنا جماعية ولا يمكن لأحد أن يعفى منها، لأنه هو وأهله يمكن أن يكونوا الضحايا. نقلت صحيفة الوطن أن أصحاب مواشي كشفوا عن إقبال كبير على شراء الأضاحي، حيث وصلت نسبة الطلب إلى 100%.
نطالع من صحيفة الوطن أن الإقبال على الفواكه زاد خلال الأيام القليلة الماضية بنسبة 40% استعداداً لعيد الأضحى المبارك مع ارتفاع أسعار بعض الأصناف. نشرت صحيفة البلاد أن تجربة شراء ملابس عيد الأضحى المبارك لهذا العام أصبحت مختلفة تماماً من خلال التوجه بشكل كبير للشراء بواسطة الأونلاين. هذا وبدأت محلات الخياطة بأسلوب جديد من خلال الوصول إلى الزبائن وهم في منازلهم من خلال سيارة متنقلة مجهزة بالمستلزمات اللازمة للخياطة الرجالية. إلى أبرز ما جاء حول كوفيد-19، حيث لفت صحيفة الأيام أن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أعلن عن استمرار تعليق الصلوات في المساجد وتعطيل العبادات الجماعية لحين تحقيق الانخفاض المطلوب في مؤشرات انتشار فيروس كورونا. نشرت صحيفة الأيام أن وزيرة الصحة فائقة الصالح أصدرت قراراً بشأن الاشتراطات الصحية الواجب القيام بها في المنشآت التي تحتوي على برك وحمامات سباحة كتنظيف وتطهير جميع المرافق والمقاعد بصورة دورية مجدولة مرتين في اليوم على الأقل. كما وبين صحيفة أخبار الخليج أن وزيرة الصحة الأستاذة فائقة الصالح أصدرت قراراً بشأن الاشتراطات الصحية في المطاعم والمقاهي لاحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا. هذا وكتب الكاتب فيصل الشيخ مقالاً في صحيفة الوطن بعنوان قرارات جريئة، فإلى المقال. الأمر الذي يميز الإجراءات التي اتخذتها البحرين في مواجهة فيروس كورونا أنها تتم بشكل متسلسل أو عبر حزمات متصلة، أو يمكن وصفها بأنها جرعات متتابعة ضمن جدولة محسوبة بدقة. الآن المرحلة القادمة تقضي بعودة كثير من الأمور، ما يعني تخفيف حجم الأضرار، خاصة تلك التي طالت أصحاب المشاريع الخاصة بالرغم من الدعم الحكومي الذي استمر طوال الشهور الماضية. نأمل لجهود الدولة بالتوفيق، نتطلع لالتزام الجميع حفاظا على سلامتهم، ندعو الله أن يكتب لبلادنا الخير في القادم من الأيام، وعيد أضحى نتمناه لكم دون زيادة في الإصابات. بالتعاون مع محافظة العاصمة لفتت صحيفة البلاد أن 30 متطوعاً من فريق شباب النعيم التطوعي قاموا بعمليات تطهير الشوارع والتفتيش على صالونات ومحلات الحلاقة والتجميل الرجالية والنسائية للتأكد من الالتزام بالاشتراطات. خلال ندوة عبر الانترنت للسفارة الأمريكية نطالع من صحيفة البلاد أن أستاذ الطب السريري والعلوم الصحية في جامعة واشنطن توقع أن يتم التوصل للقاح ضد فيروس كورونا بحلول عام 2021. وإلى الأخبار المنوعة لهذا الصباح، حيث بينت صحيفة أخبار الخليج أن اليوم الخميس سيتم غلق باب التسجيل لبطولة أقوى رجل في البيت. وبقلم الكاتبة طفلة الخليفة نشرت صحيفة أخبار الخليج مقالا بعنوان أدوية، فإلى المقال. صرف الأدوية بالصيدليات الحكومية والخاصة بحاجة إلى مراقبة صارمة، خاصة بعدما اتضح أن هناك من يعبث بصرف هذه الأدوية، وبعدما ظهر أن هناك حبوبا مخدرة قد تم صرفها بطريق غير قانوني. لذلك جاء أمر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة لوزارة الصحة بتجديد الرقابة على صرف الأدوية في الصيدليات الحكومية والخاصة بمختلف محافظات المملكة، بما لا يترك مجالا لضعاف النفوس للتلاعب بها
لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب صحة وسلامة أفراد المجتمع. ووجه سموه إلى تشكيل لجنة من ذوي الاختصاص لمراجعة القوانين والإجراءات التي تحكم آليات صرف الأدوية بالصيدليات الحكومية والخاصة وتغليظ العقوبات على المخالفين. يأتي هذا الأمر في إطار ما يوليه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء من اهتمام بالرعاية الصحية والحرص على الالتزام بالقوانين التي تنظم صرف الأدوية بما لا يدع مجالا للاستغلال والتربح وهدر الأموال العامة المخصصة لشراء الأدوية. وإلى الجولة الأخيرة التي ستكون مع فن الكاريكاتير. وبفن الكاريكاتير مشاهدين نكون قد وصلنا إلى ختام برنامج صحافتكم لهذا اليوم، وكل عام وأنتم بخير.